وعن سير العمليات تحدث العميد محمد القصري الناطق الإعلامي باسم غرفة عمليات البنيان المرصوص لإذاعة البحر الأبيض المتوسط، فقال: طبعا اليوم قوات البنيان المرصوص تقدمت من جهة محور السواوة من جهة المحور الشرقي، وتم تطهير عمارات العظم وكذلك الحي الجامعي وكذلك مستشفى ابن سينا وكذلك قاعات وقدوقو التي تعتبر الرمز الحصين لمجرمين داعش. الصعوبات التي واجهتنا بالتاكيد هناك صعوبات، وما نتج عنها هذه الصعوبات هو استشهاد 4 من قواتنا وجرح اكثر من 15 فرد من قواتنا. كذلك هذه تمثلت في بعض الصعوبات اللي هي بعض الالغام والمفخخات، وكذلك التعامل مع القناصين قوات السلاح الجوي الامريكي. احنا طلبنا منهم المساعدة لقصف أهداف داخل سرت من الدواعش، ولكن قوات على الأرض هذا غير صحيح، لا يوجد أي قوات على الأرض، عبارة عن مجموعة تنسيق مع السلاح الجوي الأمريكي، ناس طيارين وملاحين فقط، أما القوات تقاتل على الأرض هذا غير موجود. الخطوة الثانية بإذن الله تحرير سرت بالكامل بإذن الله تعالى إن شاء الله. ما زال تحرير سرت، ما زال حي رقم 1 و2 و3 ما زال تحت سيطرة الدواعش، وهذه لابد أن احنا نظهرها الأماكن هذه.